مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الخليج. تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، والذي قال إن صفقة القرن مكانها في مزبلة التاريخ، تحولت إلى موضوع نقاش صاخب بين من اتهم الغانم بالشعبوية وإطلاق الشعارات الرنانة والفارغة، وغالبية هؤلاء من السعوديين، وبين من اعتبر أن تصريحاته حافظت للعرب ما تبقى لهم من كرامة. تصريحات الغانم تلقي الضوء على مواقف الكويت من القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية، وتطرح السؤال: هل موقف الغانم يعكس موقفا كويتيا رافضا للصفقة في وقت شاركت ثلاث دول خليجية في احتفال طرحها في البيت الأبيض بحضور نتنياهو ومباركة دولة رابعة هي السعودية لجهود التسوية الأمريكية، وما أسباب هذا الرفض الكويتي؟ تغريد الكويت خارج السرب الخليجي في قضية صفقة ترامب هو موضوع حلقتنا اليوم. نيابة عن كل الشعوب العربية، خطاب صارخ من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم. هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن، مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فها هي الكويت تخرج عن موقفها المحايد خلال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، معربة عن رفضها القاطع من خطة السلام الأمريكية أو ما يعرف بصفقة القرن. فقد أكد الغانم على موقف بلاده الداعم وثباتها تجاه القضية الفلسطينية، ما جعل الكويت تغرد خارج السرب الخليجي الذي تمثل بمشاركة سفراء الإمارات وسلطنة عمان والبحرين، والترحيب السعودي بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لإحلال السلام. فقد كثرت الكويت موقفها الذي عرف بالحياد. موقف صارخ من الصفقة يأتي بعد أن تهامست الأصوات العربية بخجل رافضة لصفقة ترامب، فيما يسلط الضوء على الموقف الكويتي إن كان انعكاسا لقوة الإخوان المسلمين في البرلمان الكويتي المجسدة بالحركة الدستورية الإسلامية، حيث يجد بعض المحللين أن للإخوان المسلمين تأثيرا في القرارات السياسية الكويتية، إذ ثمة تداخل كبير بينهم وبين النظام الحاكم، مخالفا لباقي الدول العربية والخليجية التي تعمل على استئصال أذرع الجماعة. وهناك من يجد أن الموقف هو مرآة للرأي العام الكويتي المناصر للقضية الفلسطينية، فالبعض يرى أن العلاقة التاريخية التي بدأت تجمع الفلسطينيين بالكويتيين في سنوات الثلاثين اللي تمتد لثلاثة أجيال على الرغم من الموقف الفلسطيني خلال حرب الخليج عام 1991 لا زالت راسخة في أذهان الكويتيين. ولدت ميتة ولن تنفع ألف. الآن نرحب بضيوفنا هنا معي في الاستوديو، أستاذ أحمد العملي رجل أعمال ومحلل سياسي فلسطيني. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. ومن القدس أرحب بدكتور مئير المصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. مرحبا بك دكتور مئير. ومن الكويت أرحب بالأستاذ أحمد المليفي مستشار وإعلامي. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. واسمح لي أستاذ أحمد أن أبدأ معك، يعني بداية، هل الموقف الذي طرحه رئيس مجلس الأمة الكويتي في جلسة اتحاد البرلمانات العربية رفضا للصفقة يعكس بالفعل موقف الكويت الرسمي؟ لا شك أن هناك فرق كبير جدا بين الموقف الشخصي والمواقف الشخصية والانتخابية أو السياسية، بين هذه المواقف وبين موقف الدولة وهو موقف دولة الكويت. ولا شك أن موقف دولة الكويت واضح وضوح الشمس، وقد يعني أعلنت موقف الكويت الواضح من القضية الفلسطينية ومع حقوقهم ومع دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية وكل ما يقبله ويقرره الشعب الفلسطيني. هذا هو موقف الكويت المعلن الذي لا جدال فيه ولا نقاش فيه. أما ما يتعلق في صفقة القرن فإنها لا زالت مقترح مقدم من الرئيس الأمريكي الحالي ترامب، وهو مقترح يفترض أن يكون يعني تحت في المكانات التي يقرر فيها ويناقش فيها من يملك هذه الأدوات والنقاشات، لأن عادة مثل هذه المعاهدات الدولية تقوم بها الدول ولا يقوم فيها مجلس الأمة،
لأننا حسب الدستور الكويتي في المادة 70 أن مجلس الأمة هو ليس لا يملك أصلاً المفاوضات في المعاهدات، ولا يملك حتى النقاش فيها ولا الجلوس معها ولا يملك شيء منها أبداً، إنما هذا هو عمل الدولة، فالدولة هي من تملك هذا القرار. يعني موقف الغانم لا يعكس رفضاً رسمياً كويتياً أبداً، لا يعكس الموقف الرسمي الكويتي أيضاً، أن هذا الموقف الذي يعني تبرع منه الأخ مرزوق الغانم لا شك نحن لا نطعن في يعني في نيته وكذا، ولقد يكون هذا يعني شيء من أسلوبي، إنما أكرر وأقول أن الدولة هي من تملك هذا القرار سواء بالرفض أو القبول، أقصدها بالبداية. أما مجلس الأمة فهو له الحق بالنهاية بالتصويت على هذه المعاهدات في رفضها وقبولها، وليس نقاشها، وليس يعني كما يقال الجلوس معها في هذه الأشياء. ولذلك نحن وأنا اليوم أجري هذا اللقاء معكم من دولة الكويت، ونؤكد على الشرعية الدولية، ونؤكد أيضا على حق الشعب الفلسطيني، ولا شك أن يعني هذا التجاوب معكم لا يعني أننا لا يعني أننا قد قبلنا حتى التطبيع أو قبلنا سأعود إليك أستاذ أحمد، اسمح لي أريد أن أتوجه لي دكتور مئير. يعني موقف مرزوق الغانم يؤكد أن هناك أوساط عربية واسعة، يعني رغم ما سمعناه من الضيف من الكويت، يعني هناك أوساط عربية واسعة رافضة للصفقة ورافضة للتطبيع. هل شعرت أنت والأوساط السياسية الإسرائيلية بحالة من خيبة الأمل؟ لا حقيقة لا، وأنا أتفق مع ما قاله الضيف من الكويت. الكويت هي دولة مؤسسات، هناك في الكويت مؤسسات رسمية، هناك وزارة خارجية، هناك تصريحات تصدر من المؤسسات الرسمية على موقعكم بالإنترنت، موقع قناتكم الكريمة يعني باللغة الفرنسية. اسمح لي يعني بعد حالة النشوة عند مشاركة الإمارات دكتور مئير أعتذر وعمان والبحرين في احتفال البيت الأبيض ومباركة السعودية للجهود الأمريكية، جاء هذا الموقف الكويتي كما ذكرت في مراحل سابقة تحضيرية لما يسمى بصفقة القرن، كما هو يعني معلوم دعمت الكويت خطوات سابقة، على سبيل المثال مؤتمر المنام، على سبيل المثال الاقتصادي، وحتى من قبل يعني قبل عام ونصف على سبيل المثال كان هناك حتى مقال على موقعكم بالإنترنت يتحدث عن مسألة دعم الكويت، طبعا بتحفظات وفي إطار كما ذكر اتفاق أوسلو. وأنا لا أرى حقيقة تناقض بين صفقة القرن اللي هي مبادرة جديدة للعودة إلى طاولة المفاوضات وبين إطار أوسلو الرسمي، يعني لا أعتقد أنه لا يجب أن نبالغ في هذه الأمور وأن نحلل كل كلمة من كل زعيم عربي وكل مسؤول وكل رمشة عين ما هي دلالات. أنا أعتقد أنه ليس هناك خلافا جوهريا بين دول الخليج، دعنا نقول المواقف هي مواقف متشابهة، هناك تمسك بالشرعية الدولية، تمسك بالإطار الرسمي بالمبادرة العربية للعام 2002، ومع يعني تباين في بعض المواقف التكتيكية فيما يتعلق بالدبلوماسية تجاه حيال إدارة الرئيس ترامب، ولكن ليس هناك خلافا جوهريا. هناك اليوم في الموقف العربي موقفا رسميا مؤيد للعملية السلمية، وفي بالمقابل هناك موقف معارض وهو فقط متمثل بأزيال النظام الإيراني في المنطقة من أنظمة معارضة خارجة عن القانون الدولي، وهي أقلية حقيقة في المنطقة. أستاذ أحمد، يعني الموقف الكويتي لا يعكس الموقف الخليجي بشكل عام، فدول الخليج يعني تريد الانتهاء دعنا نقول من القضية الفلسطينية لتلتفت إلى القضايا التي تهمها أكثر وتتوقع من القيادة الفلسطينية أن تتوقف مع سياسة الرفض. اسمحي لي أول شيء مساء الخير إلى كل الضيوف الكرام من الكويت ومن القدس الدكتور مير. موقف الغانم لا يمثل إلا الشعوب العربية، موقف الغانم لا يمثل إلا نبض الشارع العربي. لا ننسى أن دولة الخليج، دولة الكويت، هي الدولة الوحيدة في الخليج اللي عندها برلمان منتخب، واللي هي بالفعل الأستاذ الغانم يمثل صوت الشعب، وأنا بقول مش الشعب في الكويت، أنا بقول يمثل الشعب في الخليج كله. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الشعوب هي مع الحق العربي، أن الشعوب هي مع الحق الفلسطيني، أن الشعوب، هذا ما تكلم به السيد الغانم. أما التمسك ببعض الزعماء
ببعض الزعماء الدكتاتوريين اللي ما عندهم أصلا سلطة أو صلاحية على الشعوب اللي يمثلوا مصالحهم فقط، واللي للأسف دولة إسرائيل بتتعذب إنها تقابل البرهان أو إنه يحضر السفير الإماراتي أو السفير العماني أو البحريني للبيت الأبيض، وما عندوش القدرة أن يظهر على شاشة التلفاز لأن يحضر هذا التوقيع. فهذا هؤلاء الزعماء لا يمثلوا لأنفسهم. وأنا بدي أعطيك شغلة بسيطة. العام الماضي قدمت السعودية طلب، السعودية الدولة قدمت طلب للولايات المتحدة الأمريكية بإعطائها طائرات 35 F-35. وعندما وافقت الولايات المتحدة على إعطاء الطائرات، من اعترض على إعطاء الطائرات هذه كان بنيامين نتنياهو. سبب اعتراضه أنه هؤلاء الزعماء في اليوم موجودين بكرة مش موجودين، وأصحاب التجربة بيقولوا لأنه كان مبارك 30 سنة في الحكم وين راح، كان ليبي معمر القذافي 30 سنة في الحكم وين راح. الحكومات والديكتاتوريات تذهب أما الشعوب فتبقى. لذلك على دولة إسرائيل وعلى الدكتور مير المصري اللي أنا بعتبره صوت عاقل في إسرائيل أن يتوجه وأن يبدأ بالتوجه إلى الشعوب العربية. كفاكم من فقاعات إعلامية مع الزعيم الفلاني أو مع الزعيم الثاني في علاقات غير شرعية وغير نظيفة. طيب أريد أن أتوجه إليك أستاذ المليفي، يعني إلى أي مدى يمكن للكويت أن تسير على نهج مختلف؟ دعنا نقول النهج غالبية دول الخليج، فالكويت يعني ليست لا الأكبر ولا الأقوى ولا الأغنى بين دول الخليج. الحقيقة أنا أتفق معك في هذه الحيثية الأخيرة. نحن نريد صوت العقل في هذه القضايا. نعم. الكويت طول عمرها يعني تتصرف بصوت العقل والدبلوماسية ويشهد لها ولذي قيادتها بذلك. نعم. عفوا. تفضل. نعم. ونريد يعني هذا التصرف الكويتي الحكيم الذي لطالما يعني سن مدرسته أميرنا صباح الأحمد في كل المواقف حقيقة، حتى في الغزو. نحن في الغزو لم نمزق أوراقنا أمام يعني العدو العراقي. لذلك لغة الحوار ولغة الجدال بالطريقة الصحيحة ولغة الدليل والبرهان هي اللغة الحقيقية المؤثرة التي تؤتي ثمارها ونتائجها. كلنا نعلم من كان يمزق الأوراق على مدى يعني 70 و50 سنة يمكن مضت يعني من هذا كما نسميه الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وماذا كانت النتيجة؟ ماذا فعل القذافي؟ ماذا فعلت إيران؟ ماذا فعل أردوغان؟ ماذا قدم؟ ماذا يعني حقق؟ ولذلك نحن نعم هذا الصوت قد يجلب ويطرب أسماع كثير من الناس، لكنه في الحقيقة لا يقدم لهم شيء أبدا. اليوم نحن نعلم من الذي قبل سنوات حضر المؤتمر في تلك الدولة الأوروبية، وعندما سب الرئيس الإسرائيلي عاد لبلده وكأنه منتصرا، وهو نفسه الذي قيم كل العلاقات بكل أصنافها مع إسرائيل السياحية والعسكرية. ماذا تقصد يعني أردوغان في منتدى دافوس؟ نعم. وثم رجع إلى شعبه وكأنه منتصرا، وكأنه رجع القدس ورجع فلسطين، وسفارته في القدس هي أول السفارات في العالم. نعم. قبل السفارة حتى الأمريكية. نعم. ولذلك نحن نقول يعني لا نريد أن نكون ملكيين. سفارته في تل أبيب للأمانة. في تل أبيب نعم. ولذلك نحن نقول يعني هذه القضايا وهذه الأشياء المسرحيات قد تقبل من هم أصحاب المسرحيات، لكننا يعني نرغب بالأخ مرزوق الغانم ونحن نثق فيه ونعتقد أنه أستاذ المليفي اسمح لي. دكتور مئير، ثلاث دول سأعود إليك أستاذ أحمد، ثلاث دول دكتور مئير خليجية شاركت في احتفال البيت الأبيض والسعودية باركت، لكن هذه الدول في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي وفي اتحاد البرلمانات رفضت الخطة الأمريكية. كيف تقرأ هذا التناقض في موقف هذه الدول؟ ليس هناك أي تناقض. أولا هي لم ترفض، هي قالت أنها خطوة إيجابية بناءة على الطريق الصحيح، ولكن هناك تحفظات، وهذا موقف مفهوم للغاية. ويجب كان أعتقد أنه على الطرف الفلسطيني كان يجب عليه أن ينغمس في العملية، أن يستفيد من كل خطوة من كل تنازل من الطرف الآخر، وأن يبني عليه فيما بعد بدون أن يوافق على جميع الشروط. هناك نحن نتحدث هنا عن
إعلان مبدئي ولكنه ليس اتفاقا مبرما. طبيعة الحال الاتفاق سوف يكون بين الطرفين، بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني في نهاية المطاف. فيما يتعلق بخصوصية الكويت، لكل دولة في المنطقة خصوصيتها، وكذلك لدول الخليج أيضا. الكويت لديها مجلس أمة منتخب، له دور معين، ليس دور يعني بالشكل الكبير، ولكن لديه دور معين. هل الرأي العام الكويتي هو يمثله السيد مرزوق الغانم؟ أنا أشك في هذا. رأي العام، كيف نقيس الرأي العام؟ نقيس الرأي العام أولا، رأي العام هل هو موجود حقيقة في أنظمة غير ديمقراطية بشكل كامل أو غير منتخبة؟ مداخلة دكتور ماير، مداخلة يعني بس فقط 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 نقطتين لو تسمح لي. لا مداخلة، أنا أوجه لك سؤال دكتور ماير، هل تريد سلام حكومات أم تريد سلام شعوب؟ هذا سؤالي لك دكتور ماير. أنا سوف أجيبك. هناك نقطتين. النقطة الأولى هو أنه لو نأخذ مثلا المثال المصري على سبيل المثال، كانت خطابات عبد الناصر المعادية لإسرائيل والداعية بتدمير إسرائيل تستقبل بالهتافات وبالحشود المليونية، ولما توجه السادات بسياسة مناقضة تماما للموقف أقل من عقد من الزمن، كانت أيضا هناك حشود مليونية تدعمه. طيب هل نفس الأشخاص هم استطاعوا بأن يقتنعوا بالنقيض؟ طبعا لا، لأنه هناك خطاب موجه، وبالتالي لا يجب علينا أن نعتمد كثيرا على الرأي العام في أنظمة غير منفتحة بالشكل الكافي. فيما يتعلق مسألة أن اللحظة النقطة أخيرة بزيد أنه بعض الخطابات العربية هي لا تمثل شعوبها. طيب إحنا لو اعتمدنا هذا الطرح اللي هو ممكن إحنا نفكر فيه، طيب وبنفس المنطلق ممكن أن نقول طيب إذا من هذا المنطلق لا يجب أن نتحدث مع الرئيس عباس لأنه لم يتم انتخاب منذ أكثر من عقد من الزمن، لأنه هناك ممكن رأي عام فلسطيني معارض لأصله، وبالتالي لماذا نوقع مع عباس؟ دكتور ماير اسمح لي لضيق الوقت، الشعب الفلسطيني يلفظه فيما بعد. نعم أنا نفس المنطق أستاذ أحمد، يعني هل تعتقد أنه يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستثمر في هذه دعنا نقول التناقضات الخليجية والعربية؟ لأنه في نهاية المطاف يعني دول الخليج كانت دائما حريصة على نهج وحدوي. اسمحي لي، على القيادة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني الاستثمار يعني في الشعوب العربية. تسير الاستثمار إلى الأبد يعني الاستثمار بعكس التيار الاستثمار الخليجي. الاستثمار في الشعوب العربية فقط، لأنه إحنا بنعرف إنه الضغوطات الأمريكية اللي موجهة للزعماء العرب نتيجة لضعفهم بين شعوبهم، هم عاجزين عن أخذ القرار الصح أو عن عكس الجواب من الشارع. ولكن في بعض الملاحظات بعد إذنك. أول إشي، أنا من فلسطين، متوجه للأستاذ أحمد الغانم، بدي أقول له اسمع، مرات كثير القيادات بتخطئ، الأستاذ مرزوق الغانم، مرات كثير القيادات بتخطئ، وإحنا في 90 في 91 قيادتنا كشعب فلسطيني أخطأت عندما اتخذت الموقف الخطأ في غزو الكويت، وأنا بقول له أجل وقت كشعب فلسطيني نعتذر باسم قيادتنا اللي أخذت الموقف الخطأ في عام 1991 في غزو الكويت، لأنه رد سعيد الغانم جعل من كل فلسطيني أن يحاسب مرزوق الغانم جعل من كل فلسطيني عليه أن يحاسب نفسه أمام ما حصل في 91 في الغزو العراقي للكويت. هذه واحدة. النقطة الثانية، ذكر الأستاذ مين المصري السلام مع الأردن ومع مصر بين عبد الناصر وبين السادات. أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، ماذا أخذ السادات وماذا أخذ الشعب المصري بعد 40 سنة من السلام مع إسرائيل؟ هذا ما أنصح به الشعوب العربية، هذا ما هو الشعب في الكويت. والأستاذ مرزوق الغانم هو واعي له أنه السلام أو ضر العيون، ما يدعى ما يسمى بسلام هو ما في سلام. إسرائيل ما عندها إشي تعطيك الدلالة على إنه الأردن قدمت وهي تعتبر هذا كلام خطير للغاية. قدمت إسرائيل مصر والأردن قدمت ما هو مش عندها حتى تحظى بالسلام وتحظى بالازدهار اللي بتوعدوا فيه بعض القيادات في السودان ولا في الخليج ولا في غيره وغيراته. شو أخذت الأردن ومصر من السلام اللي سووه معكم؟ لا شيء. إحنا بنشوف الحصار اللي فيه الملك عبد الله، أو بنشوف الحصار اللي فيه أستاذ أحمد. يعني هل ثقل الإسلاميين في الكويت هو وحده الذي يفسر هذا الرفض الكويتي لسياسات إسرائيل وللخطة الأمريكية، أم هناك أسباب أخرى؟ الحقيقة دعني أكون صريح، يعني تفضل. أنا أعتقد أن لا زال الشعب الكويتي بمجموعه هو ليس مع يعني الاتجاه الإسرائيلي. نعم. وحتى نحن خلافنا اليوم ليس مع اتجاه مرزوق الغانم في القضية وفي الصفقة
صفقة القرن. أنا أعتقد أن غالب الشعب الكويتي هو لا يؤيد هذه الصفقة، ولكنه يختلف مع الأسلوب الذي يعني وقع من مرزوق الغانم، لأننا نحن نتحدث اليوم عن يعني أسلوب دولي وعن قضية يعني قدمها مقترح. قادت الكويت أستاذ المليفي أعتذر أكدوا في الماضي أن الكويت سيكون آخر بلد يطبع مع إسرائيل. هذا كلام صحيح، هذا الكلام صحيح، وهو يؤكد هذا الاتجاه، لأننا سوف لن نكون أول الناس، سنكون آخر الناس، بل حتى بعد الشعب الفلسطيني نفسه. ولذلك نحن قلنا يعني أكثر من مرة، ما يختاره الشعب الفلسطيني نحن سنقبله، وما يقرره الشعب الفلسطيني نحن سنصدق عليه. ولذلك لن يعني يكون لنا مواقف مسبقة ومقررة عن الشعب الفلسطيني. وأكرر، نحن ضد هذا التصرف الذي تصرفه الأخ الكريم مرزوق الغانم، وإلا من حيث الوجه ومن حيث الاتجاه قد نتفق معه كليا في هذه القضية. أريد وأكرر أقول هناك أولويات عندنا. نحن حقيقة أيضا نريد من مرزوق الغانم كما مزق هذه الصفقة الذي تقدم بها ترامب، والذي جيوشه اليوم يعني تحمي الكويت في شمالها وجنوبها من جميع الأعداء المحيطين فينا من العراق ومن إيران ومن غيرهم، ومن يعني يتآلبون علينا ليل نهار. نريد من مرزوق الغانم أن يمزق الاتفاق مع الحشد الشعبي الذي يقتل السنة كل يوم. نريد مرزوق الغانم أن يعني يعقد الصفقات أو تمزيق يمزق الصفقات مع خونة الوطن أعضاء حزب الله، والذين يريدون العفو الشامل عن الخونة في الكويت. نريد من مرزوق الغانم موقف بطولي تجاه من يؤبن المجرم سليماني الذي قتل مليون شهيد سني في مصر في سوريا وفي العراق، وهجر 10 ملايين يعني من الناس في العراء جعلهم. هذا المواقف التي حقيقة نريد من مرزوق الغانم أن يتولاها وأن يتصدرها، وأن يعني يكون هذه أولوياته. أما إسرائيل فنعتقد نحن لسنا المخولين في قضية الصلح معها أو عقد الصفقة معها أو عدمه، فنحن دولة صغيرة نعرف يعني حدودنا وإمكانياتنا، ولسنا نحن المخولين بمن يقرر هذه الصفقة أو يعني يقرها أو يرفضها. لا أعتقد هذا إن هذا هو يعني المنوط فينا في الحقيقة. نعم دكتور مئير، إسرائيل هي الأخرى لا تحاول اختراق الموقف الكويتي، وتستثمر سياسيا بعمان والإمارات والبحرين وبطبيعة الحال بالسعودية. هل استسلمت إسرائيل أمام الموقف الكويتي الثابت والرافض لسياساتها؟ أولا ليس هناك موقفا كويتيا معارضا لإسرائيل، كما ذكرت أن هناك ليس هناك خلافا جوهريا بين دول الخليج فيما يتعلق بهذه القضية. إسرائيل لا تفرق بين هذه، بالعكس هناك خلاف بين قطر ودول الخليج. استمعت لما قاله الأستاذ أحمد المليفي من الكويت. نعم استمعت إلى خطاب متوازن وعاقل للغاية، وهو ليس إطلاقا معارضا يعني، وهو يمثل يعبر عن الموقف الرسمي. لكن أكد أيضا أن الكويت سيطبع أيضا حتى بعد الفلسطينيين. طيب هل ليس هناك غضاضة في هذا؟ السعوديين يقولون هذا الكلام، يعني تصوري أنه بعض الدول اللي حتى الإمارات اللي أرسلت سفير حضر أيضا في أكثر مرة في السابق قد تفوهت بعبارات من هذا الشيء. أنا أعتقد أنه خطاب السيد الغانم هو خطابا يعني ليس هو إلا خطابا حنجوريا شعبويا لا يعبر عن موقف الكويت الرسمي. وأنا حقيقة أستغرب تماما مما قاله صديقي أحمد العملة في يعني كدت أن أفهم أنه يعارض المعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، وهذا شيء غريب حقيقة. نحن مع إنهاء الصراعات وتصفية المشاكل في المنطقة بشكل تدريجي بين إسرائيل وكافة الدول العربية والشعوب العربية المجاورة بما فيها الشعب الفلسطيني الكريم، وبالتالي أنا أستغرب من هذا الموقف. هل وضع سوريا اليوم دكتور مير أفضل من ولن نكون ضد السلام، معاهدة السلام مع مصر. طيب. أنا مع التطبيع مع الشعوب مش مع الحكومات. أوكي. مش مع الدكتاتوريات. لأن قلت وما ربح، ماذا ربحت يعني مصر من معاهدة السلام؟ ربحت الكثير يا سيدي، ربحت أنها أولا استعادت الأراضي المحتلة، ربحت طيب أنها يستنفذ الموارد. اسمح لي الموارد أنا أعتذر، أريد أن أنهي بسؤال أخير. وكانت خطوة تشجيعية للتقدم في عمل السلام حتى على المستوى الفلسطيني. نعم أنا أعتذر لضيق الوقت، أريد أن أنهي بسؤال أخير معك أستاذ أحمد. يعني في الماضي خيب الفلسطينيون أمل الكويتيين حينما وقع
وقفوا مع صدام حسين خلال اجتياحه الكويت. كيف يقرأ الفلسطينيون هذا الموقف الكويتي الداعم لهم رغم الماضي؟ أنا قلتها في البداية أنه وضع كل إنسان عنده ضمير في المرأة أنه ينظر لحاله ويكون صادق مع نفسه. هذه واحدة. إحنا نقدر الموقف الكويتي ونقدر مواقف الشعوب العربية، وإحنا على ثقة كاملة إنه الشعوب العربية كاملة مع القضية الفلسطينية بكامل حقوقها. نقطة بسيطة بس، أنا بدي أقول للأستاذ الغانم، إحنا مع كل ما نديت فيه أستاذي الأستاذ أحمد، مع كل ما نديت فيه، إحنا لا نعتبر إلا كل إنسان يتطاول على الأمة العربية سواء من إيران أو من تركيا أو من إسرائيل، هم أي إنسان يريد يتطاول على الأمة العربية إحنا ضده كشعوب. أستاذ أحمد لضيق الوقت أنا مضطرة أن أشكركم. أستاذ أحمد العملة رجل أعمال ومحلل سياسي فلسطيني، جزيل الشكر لك. دكتور مئير المصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، شكرا لك. أستاذ أحمد الملافي من الكويت مستشار إعلامي، جزيل الشكر لك. أعزائي المشاهدين بهذا نصل لختام حلقة أخرى من عين على الخليج، إلى اللقاء.